رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. قم للعبادة تلقى السعادة، تلقى السعادة وتلقى النعيم. رمضان كريم، تعالى نصلي ونستغفر، تعالى نهلل ونكبر، والله الباري رح يغفر ويعفو من نار الجحيم. رمضان كريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد إمام النبيين والمرسلين، وعلى أبيه سيدنا إبراهيم، وعلى أخويه سيدنا موسى وعيسى، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى هذا قسم ويمين من الله عز وجل، يخاطب به نبيه الكريم سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام، فيقسم له بالضحى بأول النهار إذا أشرقت الشمس وارتفعت في السماء، وبالليل إذا سجى، إذا أقبل وساد بظلامه سماءنا، بأنه ما ودعك ولا تركك ولا هجرك، وما أنت بمنسي عنده. وكان سبب نزول هذه السورة أن الوحي انقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، وانقطع مدة متواصلة، وكاد النبي بانقطاع الوحي أن يلقي نفسه من شاهق الجبال شوقا إلى رؤية جبريل، ويقولون عن الإنسان الجميل ملك، فالملك يخلق بأجمل الصور الإنسانية لما يتمثل للإنسان، فكلما أراد أن يتردى من أعالي الجبال إلى أعمق الوديان النبي الكريم شوقا إلى رؤية جبريل، يتبدى له في الفضاء ويقول له: أنا جبريل وأنت رسول الله. فيسكن اضطراب النبي وتهدأ نفسه، ثم هذا الانقطاع
في آخر الفترات انقطع انقطاعاً طويلاً، والظاهر بأن نفسية النبي كذلك تأثرت تأثراً كبيراً، وكاد مرات أن يلقي بنفسه من شاهق الجبال شوقاً إلى رؤية روح القدس، وعدم قدرة على الصبر عن مفارقة صحبة روح القدس جبريل عليه الصلاة والسلام، حتى شاع هذا الأمر بين أوساط قريش، بين أوساط مكة، حتى يقول قائلهم بأن رب محمد جفى محمدا وهجره وقلاه، يعني أبغضه فتركه ولم يعد يبالي به. وكان ذلك الوقت لم يحدث الاصطدام بين النبي وبين كفار قريش، لأن التخطيط الإلهي كان عدم مهاجمة أصنامهم ووثنيتهم، كان يدعو دعوة إيجابية: الله واحد، الأنبياء، الأخلاق، محبة الله، أما مهاجمة الأصنام وخرافة تأليهها أو عبادتها أو أن يمس عواطفهم ويثير نفوسهم ما كان مأمورا بذلك، كانت دعوة إيجابية محضة. فما أحدثت في المجتمع ثورة عليه، بل بالعكس صار يتردد في الأوساط بأن محمداً قد عشق ربه، إن محمداً قد عشق ربه، وحديث الناس عنه حديث إيجابي لا عداوة ولا إسارة ولا اصطدام ولا اصطدام، حتى أمره الله بالجهر وبمهاجمة الوثنية وعقائدهم الباطلة. فمن هنا بدأت المعركة. أما عند انقطاع الوحي ما كان هناك معركة أو مهاجمة أو مصارعة بين الإسلام وبين الوثنية، وطالت المدة حتى خديجة قالت: لقد ودعك ربك، يعني تركك. والنبي أيضا تأثر تأثرا كبيرا، وما هي إلا وتأتي البشرى من السماء ويهبط الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام. فأول ما بلغه الله عز وجل ضمن هذه الفترة: أقسم لك بالضحى وبالليل بأنني لا أتركك ولن أتركك ولن أقليك ولن أهجرك، وما بغضتك منذ أحببتك، وما أبعدتك منذ قربتك، لقد اصطفيتك لرسالتي ولتكون رحمة لمخلوقاتي. فوضح وأقسم الله في سور كثيرة بالشمس، بالقمر، بالنجوم، بالليل، بالنهار، ليدفع الإنسان إلى التفكير
وإلى دراسة عالم الفضاء، عالم النجوم، ليتعرف منها على نظام الكون وعلى نظام علم الفلك، وليعلم منها عظمة الله عز وجل وعظيم إحاطته بتسيير ونظام هذا الكون الإلهي. فمن الأشياء البديهية في العقل الإنساني، لا بد لكل مصنوع من صانع. هذه الورقة على بساطتها، هل يمكن أن توجد بلا صناعة وصانع؟ طباعة هذا الكتاب، تجليده، هذا المذياع، هذا الكرسي، هذا الثوب، هذه العمامة، هذا البناء، فهل يمكن أن هذا الدواء صناعته، تجميع مواده، صبغه، وضعه هكذا، انتقاله من مصنعه عدة انتقالات حتى يصل إلى فم المريض، فهل يمكن أن يصنع هذه المصنوعات إنسان؟ وما هو الإنسان؟ الإنسان إذا جف ريقه في فمه يتحير الأطباء في معالجته، إذا فقد بصره، إذا فقد سمعه، إذا تعطل عصبه، فمن الذي أنشأ وأبدع وخلق هذه الأشياء من العدم بعد أن لم تكن شيئاً مذكوراً؟ الإنسان عبر الماضي عبد الأصنام، لعل الأصنام كانت صوراً لأنبيائهم أو الصالحين فيهم، ومع مرور الزمن انتقل الأمر من التبرك إلى التوسل إلى التعبد، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حرم التصوير في عصر نبوته وحياته، تحاشياً لأن يتحول التصوير إلى عبادة صاحب الصورة. أما وزماننا انتهت هذه القضية وصارت مأمونة، فما عاد في يعني مناسبة لأن نقول بأن التصوير حرام، سيما وكل العلوم وحياة الإنسان وحروبه وصحته وصناعته وزراعته وكل شؤون حياته صارت قائمة على التصوير. وإذا الله حرم ما حرم، إنما يحرم عليهم الخبائث، يحرم عليهم ما يكون مصدراً للضرر والأذى في العقيدة أو الأخلاق أو الصحة أو المجتمع. أما ما فيه خير وما لا يتحقق الفوائد إلا بوجوده واستعماله، فهذا يتردد حكمه بين الإباحة وبين الوجوب. طلب العلم فريضة على كل مسلم. الآن الأمراض ما تكتشف إلا بطريق التصوير، الجهاد والحرب لا يكون إلا بالتصوير، الصناعة لا تكون إلا بالتصوير، إذا جاسوس ما بنعرف إلا إذا أخذنا صورته وعممناها على الجهات الأمنية. فأن نقول باسم الإسلام بأن التصوير حرام، هذا تحريف
للإسلام وتجني على الإسلام وحكم بجهل بعيد عن كل فهم للإسلام ولروحانية الإسلام إلى آخره. أقسم لك يا محمد بالضحى، فإذا واحد أقسم لآخر معناه بأن له شأن عظيم في نفس الحالف، وهو غال على الذي أقسم اليمين. ما ودعك ولا ودعتك، ولكن ليزداد شوقك ولتلتهب نيران حبك لتتهيأ أكثر فأكثر لتلقي أنوار الربوبية في مرآة روحك حتى تخالطها وتصير جليس الله عز وجل بشكل دائم لا ينقطع. ما ودعك ربك، ما هجرك ولا تركك، وما قلى وما أبغضك كما يقول الجاهلون. وللآخرة خير لك من الأولى، فالأيام الآتية والمستقبلة هي خير لك عند الله، وهي خير لك في الترقي وارتفاع الدرجات في العلم والحكمة وقوة التزكية، التي هذه المعاني هي أعمال النبوة، أعمال النبوة العلم، العلم فيما يتعلق بالروح بسعادتها بصلاحها بمعالجة أمراضها بخلاصها من ظلماتها ونقلها إلى الحياة النورانية، وكل ما ينفعك معرفته في دنياك أو أخراك في دينك أو دنياك، هذا علم من مهمة النبي أن يعلمها للناس وأن يدعو إلى العلم بها وإلى وجوب تعليمها. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم، قم للعبادة تلقى السعادة، تلقى السعادة وتلقى النعيم. رمضان كريم، تعال انصل ونستغفر، تعال انهلل ونكبر، والله الباري رح يغفر ويعفو من نار الجحيم.